بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا، كشف مسؤول سوري عن وجود توجه لدى الحكومة السورية برفع الدعم عن السوريين في قطاعات محددة وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع المعيشية للسوريين. فما القصة؟ على هامش ورشة عمل أقيمت في جامعة دمشق تحت عنوان التعليم العالي نحو مقاربة موضوعية للواقع والمستقبل، كشف وزير التعليم العالي في حكومة النظام السوري بسام إبراهيم، كشف معلومات مفاجئة عن وجود توجه لدى الحكومة السورية برفع الدعم عن السوريين في الجامعات والمشافي العامة. يأتي ذلك التوجه في الوقت الذي تشهد فيه سوريا أزمة اقتصادية صعبة تؤرق الأهالي، ما يهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية على المواطنين الذين يعانون أساساً من تلك الأزمة حالياً. وبحسب تصريحات وزير التعليم العالي، فإنه يرى وجود ضرورة للتفكير بدعم المشافي الجامعية، مشيراً إلى أن المقترح المقدم يدرس تقسيم أجور المشافي إلى ثلاث شرائح: الأولى شبه مجانية بنسبة 40%، والثانية مأجورة نسبياً، والثالثة مأجورة بشكل كامل. أشار المسؤول السوري إلى أن الشريحة الثالثة والتي تعتبر الأعلى في القيمة لن تتجاوز 30% من أسعار المشافي في القطاع الخاص، فيما يتعلق بجميع المتطلبات الطبية التي يحتاجها، سواء التحاليل والصور الشعاعية أو العمليات الجراحية والعنايات. وبحسب موقع تلفزيون سوريا، فإن الحكومة السورية تقوم منذ سنوات بتقديم خدماتها مقابل أموال، رغم أنها من المفترض أنها شبه مجانية، وذلك في ظل انخفاض مستوى دخل الفرد وتضخم الأسعار. أما في قطاع التعليم العالي، فأشار المسؤول السوري إلى أن الحكومة السورية ستظل تدعم قطاع التعليم العالي، لكنها تدرس حالياً رفع الرسوم الجامعية بعد انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية، ما يعني أن الحكومة ستقوم بفرض رسوم على التعليم الموازي والطلبة العرب والأجانب وبشكل تدريجي، بهدف دعم الموارد الذاتية للجامعة وبنيتها التحتية ووسائل التعليم والتجهيزات والكوادر التدريسية. وبحسب موقع تلفزيون سوريا، فإن الحكومة السورية بدأت في العام 2022 باتباع سياسة رفع الدعم التدريجي عن الفئات والشرائح الاجتماعية، بداية من المحروقات والكهرباء والخبز وحتى السلع. وبررت الحكومة السورية سياستها بأنها تسعى لإيصال الدعم إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع، لكن رغم ذلك تم استبعاد مئات الآلاف من الدعم، رغم أنهم من الفئات المستحقة للدعم بحسب معايير الحكومة. جدير بالذكر أن متوسط تكاليف المعيشة في دمشق لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد ارتفع مؤخراً ليبلغ نحو 12.5 مليون ليرة سورية، في وقت لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 278,910 ليرات، أي أقل من 20 دولار.